السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي قناة انفولوجي الكرام، ورجعنا لكم النهاردة مرة تانية مع فيديو جديد، فيديو مميز. أنا محمد حامد، تابعوني. وفيديو اليوم إن شاء الله هيكون عن طريقة عمل سؤال وجواب في برنامج الباوربوينت مع تطبيق حركات انتقالية للأسئلة والأجوبة في نفس الوقت. طيب خليني أعرض على حضراتكم كده يعني نماذج الأسئلة والأجوبة اللي حضرتك إن شاء الله مع نهاية الفيديو ده هتكون قادر إنك تصمم زيها بالظبط. طيب نبدأ كده مع بعض نستعرض النماذج اللي موجودة معانا النهاردة. إحنا معانا اتنين من النماذج، تمام؟ النموذج الأول والنموذج الثاني. أنا هشرح الاتنين إن شاء الله في الفيديو ده، وحضرتك لما تيجي بقى تصمم الأسئلة والأجوبة لطلابك اختار النموذج اللي حضرتك شايفه سهل بالنسبة لك او اللي شايفه مناسب بالنسبة لك، او لو حضرتك حابب تصممه من الاثنين بحيث تعمل تنوع في الأسئلة وطريقة تصميم وعرض الأسئلة مفيش اي مشكلة. طيب دلوقتي بقى خلينا اعرض كل نموذج على حدة عشان نشوف مع بعض كيف الأسئلة هتدخل وتخرج وكيف الحركات الانتقالية هتظهر للطلاب وهتظهر لنا برضو في نفس الوقت. نشوف مع بعض، نبدأ عملية العرض من هنا كده. لما اضغط، طبعا احنا كده في النموذج الاول، لما اضغط كده يظهر السؤال زي ما حضراتكم شايفين كده، اضغط كمان مرة تظهر جميع الايه الاجوبة بما فيهم الاجوبة الخاطئة والاجوبة الايه الصحيحة. طيب دلوقتي بقى انا عايز اطبق حركة انتقالية بحيث تنتقل الاجابة الصحيحة الى مكان النقاط وتختفي الاجوبة الخاطئة. طب بص لما اضغط كده فعلا اختفت الاجوبة الخاطئة وانتقلت الاجابة الصحيحة تلقائي الى مكان النقاط. وطبعا الطريقة ديت وطريقة التصميم والحركات الانتقالية دي هشرحها باذن الرحمن في الفيديو. انا بس بوريكم دلوقتي طريقة الايه ظهور الاسئلة والاجوبة وطريقة ظهور الحركات الانتقالي. طيب احنا كده خلصنا النموذج الاول، نروح بقى للنموذج الثاني مع بعضنا كده. اضغط برضو يختفي السؤال، واضغط يظهر السؤال في الايه في النموذج الثاني زي ما حضراتكم شايفين كده. اضغط كمان مرة هتظهر كل الاجوبة بمفهوم برضو الاجوبة الصحيحة والاجوبة الايه الخاطئة، تمام. ولكن بقى في النموذج ده انا لما هضغط دلوقتي هيتم تغيير الخلفية للاجابة الصحيحة باللون الاخضر لحضرتك. طب نضغط كده مع بعض ونشوف فعلا تغيرت لون الخلفية الى اللون الاخضر. ودلوقتي نبدأ على بركة الله بقى في شرح وفي سرد تفاصيل تصميم هذين النموذجين في برنامج الباوربوينت. ودلوقتي هنفتح برنامج الباوربوينت، وكلنا طبعا عارفين كيف بنفتح برنامج الباوربوينت يا جماعه، ان احنا بندور على قائمه ستارت كده وبعدين نختار الباوربوينت من هنا كده عشان نبدا نفتح برنامج الباوربوينت. طيب من هنا بقى هختار بلانك برزنتيشن يعني عرض تقديمي فارغ. الخطوه المهمه جدا اللي هنعملها دلوقتي ان انا هاجي هنا على الحافه الخارجيه دي كده واضغط عليها بتاعت مربع الكتابه الاول وديليت من لوحه المفاتيح عشان احذف الحافه الخارجيه او مربع الكتابه ده. ودي برده نفس الكلام اجي على الحافه الخارجيه كده واضغط ديليت عشان يتم حذف مربع الكتابة الثاني. طيب بعد كده بقى اعمل ايه؟ بعد كده انا المفروض اطبق دلوقتي نسق او ثيم، ما يسمى بالانجليش بالثيم، يعني ايه؟ يعني نمط معين كده من الالوان. بيجيبوا ان انا بروح على قائمه ديزاين يعني تصميم باللغه العربيه، تمام. وبعدين ابدا اختار بقى من الثيمز. لو انت شفت هنا كده ثيمز او انماط او نسق او تخطيط على حسب الترجمه باللغه العربيه، ابدا بقى من هنا اختار اي لون، واللون اللي هختاره هيتم تطبيقه مباشره على الايه على يعني على السلايد اللي انا واقف عليها. شوفوا كده بس حط الماوس عليها بيتم تطبيق اللون، وحضرتك تبدا تمشي كده على الثيمز اللي موجوده دي وتختار يعني تختار اللون اللي انت شايفه يعني مناسب لحضرتك. انا اعتقد اللون ده مناسب فهختاره كده، تمام. طيب احنا كده متفقين. دلوقتي بقى هنروح، احنا كده عندنا كام شريحة هنا؟ شريحة واحدة بس. طب عايزين منها كمان شريحة، تمام. اجي على اللي انا واقف عليها كده واضغط على رايت كليك يعني مرة واحدة بالزر الايمن للفأرة، واخد حاجة اسمها دوبليكيت سلايد عشان ياخد لي منها كمان سلايد. بصوا ده كده عندي اتنين، يعني دوبليكيت يعني ايه؟ يعني تكرار الايه؟ تكرار الشريحة، تمام. تعال بقى دلوقتي انا هعمل النموذج الاول اللي حضراتكم شفتوه في بداية الفيديو في سلايد 1، وهعمل النموذج الثاني في سلايد 2. طيب اول شيء بقى دلوقتي هنبدأ نعمله ان احنا هنبدأ نحط الايه السؤال، تمام. طيب احنا يعني انتوا لو انتم ملاحظين انا قلت لكم احذفوا مربع الكتابه، فاكرين لما كنت بقول لكم من شويه اضغط على الحافه الخارجيه واضغط ديليت واضغط على الحافه الخارجيه واضغط ديليت عشان نحذف مربعات الكتابه من هنا؟ هنا ما عادش في مربعات كتابه، يعني انا ما اعرفش اكتب، تمام. ايوه انا عايز كده، انا عايز كده ليه؟ عشان اكتب بحاجه يعني بشيء يسمى مربع النص او التكس بوكس بالانجلش، تمام. لان مربع النص ده هيسهل عليك حاجات كتيره جدا، ومن ضمنها واهمها ان هو هيخليك تحدد النص كله
ككائن واحد فقط وتبدا تحركه وتعطي له حركات انتقاليه. طيب ابدا بقى دلوقتي احط مربع النص منين؟ اروح على قائمه انسرت يعني ادراج، وبعد كده بصوا اهو تاكس بوكس، التاكس بوكس ده اللي هو مربع الكتابه، اضغط عليه كده انا كده اخترت. شوف المؤشر بقى عامل ازاي زي ما حضراتكم شايفين كده، وابدا بقى ايه اقوم ده عامل كده بصوا اهو ساحب وايه وعامل كده ايه مستطيل كده عشان ابدا اكتب فيه. يبقى انا كده خصصت مساحه ان انا اكتب فيها السؤال بتاعه. طبعا مربع الكتابه ده احركه واديه في اي مكان، ان انا اضغط على الحافه الخارجيه بتاعته كده واطلع فوق تحت وهكذا. طيب تعالى بقى دلوقتي كده نبدا بقى نكتب السؤال الاول. هكتب هنا مثلا واحد، السؤال رقم واحد وشرطه كده تمام، ولا خليني معلش اقلب انجلش، ولو حضرتك عايز تكتب عربي عادي اكتب عربي. هكتب هنا بقى ايه، اكتب هنا رقم واحد كده، السؤال رقم واحد مثلا، واقول مثلا شي از نقط، واحط وبعدين احط كلمة نيرس، نيرس يعني ممرضة، واحط نقط. طيب لو انتوا شايفين كده انا فعلا كتبت السؤال، ولكن السؤال يعني ناقصه شوية تظبيطات بقى وتنسيقات وحاجات، وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي انا عملت كتبت باستخدام مربع النص اللي هو من ادراج ده، فاهمين ده كده اللي هو من ده تمام. طيب ده بيساعدني في ايه؟ ده بيساعدني بقى ان هو بيتعامل مع مربع النص ده كشكل، يعني اول ما اضغط في الخارج كده بتختفي قائمة فورمات. شوف اضغط على مربع الكتابة تظهر فورمات، بس خلي بالك بقى لما تيجي تطبق اي تنسيق ما تسيبش المؤشر كده في نص الكلام كده قاعد ويطفى كده، لا تيجي كده على الحافه الخارجيه وتقوم ضاغط، بص المؤشر اختفى اهو، وفي نفس الوقت انت محدد مربع النص. نروح بقى على فورمات اللي هو تنسيق اهو، وبعدين من هنا بقى تبدا تختار اي تنسيق خط انت عايزه. بص شباك جمال ده تنسيقات الخطوط اللي انت تقدر تعملها، تنسيقات جاهزه زي ما انت شايف كده. بص ممكن حضرتك تختار ده تختار ده تختار ده تختار ده، اللي حضرتك عايزه اللي انت شايفه مناسب لحضرتك اختاره تمام، بس انا طبعا هختار واحد يكون يعني ايه واضح شويه من الايه من الخلف تمام، هختار ده مثلا تمام. وبعدين التكست فيل هنا ممكن اغير اللون زي ما حضراتكم شايفين كده، بصوا لو اللون مش عاجبني اغير اللون من هنا، وبرده هنا التكست اوت لاين الحافه الخارجيه بتاعت اللون، يعني اللون بيبقى ليه لون حافه خارجيه، انت عايزها تكون لونها احمر ولا ايه؟ بصوا ده لون الحافه الخارجيه اللي بره. التكست افكتس ده طبعا بقى الظل والحاجات دي كلها لو انت عايز تطبقها طبقها، ولكن انا هعمل دلوقتي ايه، بس انا اخترت اي تنسيق من الوورد ارت ستايلز دي، وهاجي طبعا على الهوم تاب اللي هي النافذه الرئيسيه، وابدا بقى اكبر النص شويه كده 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 تمام كده كده كده. ولو حضرتك ملاحظ ان النقاط كتير يعني زيادة عن اللازم، فاحنا ممكن ايه يعني نحذف منهم شوية بحيث اتحكم في الـ يعني السؤال يكون في نفس السطر. يعني ايه الفرق بقى دلوقتي، انا كده عملت ايه، انا كده كتبت اهو ولكن باستخدام مربع النص. بص احرك بقى المربع كله، انما لو كتبت بالكتابه العاديه في الاول ما كنتش هتعرف تحرك مربع النص ده كله كده. طيب احنا كده حطينا السؤال صح، تعالى بقى نحط الايه الاجابه. طيب الاجابه اعملها ازاي؟ اقول لك، هتروح على قائمه انسر وتروح على شيبس، ومن شيبس هتبدا تاخد الاوفل تول اللي هو الايه الدايره الصغيره دي، اضغط عليها وابدا بقى اعمل الاولى ادي واحد، وما تعملش الباقي، هقول لك ليه دلوقتي، انت بس اعمل الاولى ونسقها وظبطها وما تعملش الباقي، هقول لك ليه. بص مش محتاج بقى انك تنسق وتعمل الاشكال دي كلها، شايف الشيبس انت بص بص لما انا رسمت الدايره حط عينك هنا ظهرت لي فورمات صح، ضغطت في الخارج اختفت فورمات، يبقى انا اضغط على الشكل ظهرت لي فورمات. المره دي بقى اختار حاجه اسمها شيب ستايلز، اضغط على السهم ده وابدا اختار باي شكل من الاشكال دي كده تمام. طيب انا مثلا هختار الشكل ده، والشكل متحدد كده زي ما هو، هنروح بقى بصوا على شيب افكتس اللي هو تاثيرات الاشكال، اضغط عليها وبعدين اخد البريسيتس، وبعدين اخد الشكل ده اللي هو تحس ان ليه ظل ورا ده شايفينه ده اهو، عشان يعمل لي الشكل بتاعه وليكن زي يكون مثلا محبب كده تمام او ثلاثي الابعاد، واضغط بقى في الداخل كده واقوم كاتب واحد، واجي على الهوم تاب تمام واكبر الواحد شويه، اقعد اضغط كده اكبر واحد شويه، ولكن اضغط انا قلت عشان ايه اضغط على الحافه الخارجيه، اضغط كده اكبر الواحد اهو واخليه بول يعني اخليه سميك شويه كده، كده عملت الاولى صح. تعالى بقى حددت كده، ولكن اتاكد ان المؤشر مش قاعد ايده يطفى كده، لا اضغط على الحافه الخارجيه كده اهو، واعمل بقى كنترول دي كنترول ايه دي حرف الدي عشان يعمل لي كذا نسخه من الشكل ده، واحد اثنين ثلاثه، انا عايز اربعه، هما كده اربعه، ابدا اسحب بقى الشكل، ادي الشكل الاول اهو جبته، الشكل الثاني جبته اهو، الشكل الثالث اهو تمام، والشكل برضو الايه الرابع اهو زي ما حضراتكم شايفين كده تمام. طيب دلوقتي بقى غير النص اهو، ده واحد يبقى ده اثنين مثلا، اضغط في الداخل كده وحدد ده اثنين سوري ده اثنين ده ثلاثه تمام ده اربعه كده زي ما حضرتك شايف كده تمام.
طيب لو انت ملاحظ برضو ان الاشكال المسافات اللي بينهم مش متساوية صح؟ خلاص قوم تعالى بره كده، قوم بص تيجي من بره وتحدد كله كده عشان يتحددوا كلهم معاك مع بعض، ولما تحددهم بتظهر لك فورمات يعني تنسيق، اضغط عليها وبعدين اروح على الاين، الاين يعني محاذاة، اضغط عليها وبعدين اخد حاجة اسمها ديستريبيوت فيرتيكالي يعني توزيع يعني رأسي متساوي. بص كده سويت المسافات بينهم مرة واحدة وريحت دماغك بدل ما كنت تسحب وتطلع فوق وتنزل تحت والحاجات دي. طيب تعالى بقى احط الاجوبة هنا اللي اللي هيكون من ضمنهم الاجابه الصحيحه. طب اكتب ازاي؟ مفيش مشكله، مربع نص برضه تمام. تعال نروح على مربع النص اهو، خد المربع ده وابدا بقى ايه، ابدا اعمل المربع الاولاني اهو وابدا اكتب فيه شي از ايه بقى نيرس، اقول مثلا ا نيرس تمام، ونصك الاولاني وقوم واخده كوبي وبيست وعامل منه تكرار عشان مش كل مره يعني ايه اطبق التنسيقات. انا هعمل الاول بس واخلصه وبعدين عشان اوفر على حضرتك الوقت تقوم انت عامل الباقي كله مع بعض. تعالى يلا كده مع بعضنا، انا هحدد اول الحافه الخارجيه، اتاكد ان انا ضغط عليها واجي هنا اختار اي نسق خط مثلا، وليكن نسق الخط ده مثلا او ده مثلا اهو تمام، واروح على الهوم تاب اللي هي الرئيسيه واكبر شويه اهو 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 تمام كده مثلا، وابدا ايه اسحب فوق كده. كده خلصت؟ ايوه خلصت تمام. تعالى بقى هو متحدد كده كنترول دي 1 2 3، انا عايز 4 اهو، واحد اهو والتاني برضو معايا اهو تمام، والتالت برضو اضغط على الحافة الخارجية وانا بسحب يا جماعة تمام. ولو انتم ملاحظين يعني بيظهر لك خط كده في ايه لما بتيجي تحدد او تظبط الاشكال مع بعضها، خط احمر زاويين زي ما حضراتكم شايفين كده اهو تمام، اهو زي ما حضراتكم شايفين كده بيكونوا في نفس الايه في نفس الاتجاه كلهم مع بعض. تعالى بدي غير دي يلا، هتخليها مثلا شي از نيرس مثلا، دي هتكون مثلا اللهم صل على، هتكون مثلا واز، دي هتكون مثلا خلينا ما نبدا كابيتال ليترز كده، واحط ده هتكون مثلا ايه وير، اظبطها هنا كده الاول واحددتها واخليها كلمه ايه كلمه وير كده تمام. طيب انا كده خلصت طبعا السؤال اهو، وعملت ايه دلوقتي وحطيت الايه وحطيت الاجوبه، يتبقى ليا دلوقتي ايه بقى مرحله ضبط او اعطاء النصوص كان كانت سؤال او اجابه، اعطائهم الحركات الانتقاليه. الحركات الانتقاليه بروح على حاجه اسمها انيميشنز. يلا الشكل اللي انت عايزه الاولاني ده عايزه يدخل ولا يخرج؟ لا انا عايزه يدخل للاول يعني ايه، اما افتح السلايد يتم دخول السؤال، فحدد كده واقوم رايح ضاغط من هنا على السهم ده كده. بص بقى معايا عندي اهو انترنس يعني تاثيرات دخول، انفاسيس تاثيرات توكيد، هنا اكزيت تاثيرات ايه خروج، انا عايز تاثير دخول اختار مثلا ده فلاين. لكن لو حضرتك ملاحظ اللي يعني النص جه من تحت لفوق صح، انا عايز اجيبه مثلا من ايه من هنا لهنا كده، من يعني من الايه من الشمال لليمين كده خلاص. تعالى بعد ما تحط له التاثير اللي هو ده، تعالى على حاجه اسمها افكت اوبشنز اللي هي خيارات التاثير، وخده في بص فروم ليفت بص، ولكن لو انت ملاحظ دخل بسرعه مره واحده عايز يخش ببطء كده خلاص. روح على دوريشن هنا كده، كلمة دوريشن هي 50 جزء من الثانية، خليها مثلا 75. عايز تشوف الحركة بعد ما تطبق التأثيرات تضغط على كلمة بريفيو هنا، بص بريفيو ايوه انا عايزه كده مظبوط كده تمام التمام. دلوقتي برضو انا عايز دول كلهم يحصل لهم ايه دخول تمام، مفيش مشكلة اهو بص اقوم حددتهم كلهم كده زي ما حضرتك شايف كده، كده اتحددوا كلهم مره واحده اهو، واقوم برضو رايح مديلهم تاثير ايه تاثير دخول. عايز بقى اتحرك الحركه من تحت لفوق زي ما انت عايز مفيش مشكله تمام، انا مفيش اي مشاكل، انا كده اديت لهم يبقى ده دخول وده برضو دخول صح. يتبقى ليا بقى دلوقتي ان انا ايه، ان انا عايز لما اضغط هنا الاجوبه دي تختفي ما عدا الاجابه الصحيحه تروح لوحدها في النقاط. ممتاز، بص بقى معايا هنا كده هقوم احدد الشكل ده واضغط كنترول وتنيني ضغط كنترول، ما تشيلش صبعك من على كنترول خالص غير لما تخلص، واضغط على ده تمام، واضغط على ده كمان تمام، واضغط على ده واضغط على ده واضغط على ده واضغط على ده واضغط على ده، حددتهم كلهم ما عدا مين؟ ما عدا دي تمام، عشان دي الاجابه الصحيحه. She is a nurse، she is a nurse. الاي دي هتيجي هنا، يبقى الاول انا هعطي للي انا حددت لهم دول تاثير خروج. طب هسالك بقى سؤال دلوقتي وركز فيه، هم اصلا معاهم تاثير هو رقم اتنين اللي هو تاثير الدخول اللي دخلوا بيه صح؟ لما تيجي تضيف تاثير او حركه انتقاليه على حركه انتقاليه اصلا موجوده يبقى لازم تاخد اد انيميشن، ما تروحش تختار من هنا بقى تاني لا، خد اد انيميشن واختار الحركه بقى الايه الخروج، انا عايزهم حركه خروج يبقى هروح اخد من اكزيت من هنا، اخد حركه الخروج هتكون مثلا الحركه دي مثلا تمام، دي مثلا كده بص ايوه ممتازه دي ممتاز تمام. عايز تحرك برضو زي ما انت شفت من شويه كده بص اعمل بص يلا اشتغل ايوه، دي نزلت لتحت اهي صح، نزلت لتحت. عايز تطلعها لفوق بقى تخليها تختفي للجنب اليمين تختفي للجنب الشمال اللي انت عايزه، بتغير من هنا من الافكت اوبشنز من هنا تمام. طيب فاضل لي بقى دلوقتي ايه، فاضل لي ان الاي دي
تيجي هنا خلاص اضغط عليها حددت. هي واخده تاثير قبل كده؟ واخده حركه انتقاليه، وفي حركه من اتنين اهو، يبقى اروح اضغط اد انيميشن، يعني اضاف حركه انتقاليه على حركه انتقاليه اصلا موجوده، يبقى اضغط اد انيميشن، وهنزل بقى تحت هنا اختار حاجه اسمها لاينز. ليه بقى لاينز؟ اقول لك لاينز ليه، عشان الحركه دي يعني حركه هتمشي في خط كده، يعني هتمشي من هنا كده تيجي على النقاط دي، يبقى اضغط على كلمه لاينز. بص واحد يسالني يقول لي يا مستر محمد ده نزلت لتحت، ولا يهمك خالص، تعالى شايف النقطه الحمراء دي اللي ظهرت دي، في نقطه خضراء اهي اللي هي مكان البدايه، النقطه الحمراء مكان النهايه، حط المؤشر على النقطه الحمراء هيتحول المؤشر لعلامه السهم زو راسا، اضغط واسحب المربع ده حطه هنا كده، يبقى ده هتكون مثلا الايه مكان الاجابه كده، تمام كده. طيب تعالى دلوقتي كده عشان في حاجه مهمه جدا هقول لك عليها دلوقتي، خلي بالك، تعالى ننفذ كده، بص كده ننفذ كده، بص يلا ننفذ كده، واحد دخل السؤال دخلت الأجوبة، بص اللي يحصل دلوقتي، أما أضغط اختفت الأسئلة ولكن ديت ما انتقلتش هناك، صح؟ يبقى أروح أضغط رايت كليك وأروح على الأنيميشن رقم 4 ده أهو، اللي هو متحدد رقم 4 ده اللي هو خاص بحركة حرف الأي من هنا لهنا، هو متحدد كده، خلي بالك هو ممكن ما يكونش متحدد كده، خلي بالك لازم تضغط عليه كده عشان يتحدد، تمام؟ وتروح على كلمة ستارت وتضغط على السهم ده وتاخد حاجة اسمها with previous، ليه؟ عشان يتحرك، بص اتغير لرقم 3 بقى ده 1 2 وتلاتة. ليه بقى كده؟ عشان لما عشان يعني لما الاجوبه دي تختفي ده يتحرك في نفس الوقت. طب تعالى نشتغل كده مع بعضنا ونجرب، نجرب الشغل، يلا اضغط ظهر السؤال، اضغط كمان مره ظهرت الاجوبه، بص بقى اللي يحصل لما اضغط، ايوه ده اللي انا عايزه كده، انتقلت الاجابه الى مكان النقاط واختفت الايه؟ اختفت الاجوبه، تمام كده؟ تمام كده يا جماعه؟ طيب عايز انهي العرض ده اعمل ايه عشان اكمل التصميم بتاعي؟ اضغط رايت كليك واخد حاجه اسمها اند شو او انهاء العرض باللغه العربيه. كده انا خلصت النموذج الاول من الاسئله، وقلت لحضرتك ازاي بقى ان حضرتك تبدا يعني تحط السؤال وتخصص الحركات الانتقاليه وكل شيء، تمام كده. تعالى بقى نروح على الايه، على النموذج الثاني، يبقى اروح اضغط على السلايد الثانيه كده، يبقى السلايد الاولى ده انا عملت فيها ايه، حطيت فيها النموذج الاول، تمام. تعالى يلا ننفذ النموذج الثاني. النموذج الثاني هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى فيه بعض الشغل شويه، هروح على انسرت وبعدين يعني ادراج وشيبس يعني اشكال، وبعدين اخد الشكل ده مثلا اهو، تمام، واقوم راسم شكل كده عشان اكتب فيه السؤال. ما تقعدش بقى تغير الالوان من هنا وتروح تقعد تغير الالوان والحاجات دي وتحير نفسك، لا انت بتروح من الشيب ستايلز ده وتقوم واخد اي شكل جاي ومريح دماغك، بص شكل جاهز وبيكون منسق بقى ومرتب كده وبيكون شكله حلو، اهو خدت شكل جاهز لون جاهز، تمام كده. طيب تعالى بقى دلوقتي كده نعمل ايه، نبدا بقى نكتب هنا الايه، نكتب السؤال اهو، شي از، واحط النقاط بتاعت اهي، شي از، واحط مثلا هنا كلمه ايه، كلمه جير، تمام، حطينا المره الاولى نيرس المره دي جير، تمام، واحط نقطه. تعالى بقى ابدا اكبر النص بتاعك كده، اتاكد، شوف ليه انا لما بكبر هنا ما بيكبرش النص معايا، اقول لك بقى عشان انت لازم تضغط على الحافه الخارجيه ده، شوف المؤشر قاعد يقيد ويطفى، صح، مهما تكبر مش هيكبر معاك، تمام. يبقى احنا كده بس بقى لازم اجي اضغط على الحافه الخارجيه ديت عشان اخفي مؤشر الكتاب، تمام، وبعدين نروح على الهوم تاب وكده نبص، كده بيكبر معايا زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام كده كده وهكذا. عايز برضو تطبق اي تاثير هتغطي حدد النص كله كده، وبعدين تروح على الفورمات ومن هنا تختار بقى يعني ايه نسق الخط اللي انت شايفه مناسب هنا كده مثلا، تمام. فيها كمان حاجه ممكن اقول لحضرتك عليها ان انت ممكن تعملها كويس، انك تيجي هنا تحط مثلا رقم واحد مثلا كده، ما فيش مشكله، تعالى على انسرت يعني دراج وبعدين شيبس، وخد الشكل الاوفال تول ده وابدا اعمل دايره هنا كده اهي، دايره مثلا اهي، يعني 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 دليل ان كده السؤال رقم واحد يعني، تمام. دي بقى بتبقى تنسيقات بتختلف من ايه، من شخص للتاني، حابب يعملها حابب مش حابب مش مشكله، تمام. ادي اهو وابدا اكتب فيه، انا قلت لحضرتك ممكن هنا انت هنا تختار ايه، تختار اي شكل جاهز كده بسرعه او تعمل تعبي الالوان من هنا، قلت لحضرتك ممكن برضو تخليه 3D والاشكال دي كلها ممكن حضرتك ايه تشتغل عليها برضو، دي برضو نفس الكلام اهو، اخلي برضو شكله حلو كده، اخليه شكله 3D كده، وابدا اضغط هنا مرتين واحط مثلا هنا رقم واحد، تمام. لو جيت اكبر كده من هنا مش هيكبر معايا، ليه؟ عشان انا لازم اضغط على الحافه الخارجيه كده والغي المؤشر اللي جنب الواحد، واضغط بقى بص اهو، وبعدين اروح احدده تاني، احدد النص واضغط على البي دي عشان اخليها، تمام، يبقى كده رقم واحد. ولكن في حاجه هقول لك عليها بقى دلوقتي هتحصل مهمه جدا، لو انت جيت تدي انيميشن ده شكل لوحده وده شكل لوحده، انا عايز اجمعهم الاثنين مع بعض بحيث ادي لهم الانيميشن بتاع الدخول، يبقى هو
هو مره واحده وخلاص، يبقى هو كانه شكل واحد. ممتاز، اقوم جاي من بره من هنا كده محددهم كلهم كده، او متحددهم ماتي، وبعدين اضغط كنترول جي من لوحه المفاتيح، كنترول جي عشان اعمل جروب للاشكال اللي موجوده في الباوربوينت بنفس برضو الطريقه. انا كده عملت السؤال اهو، تعالى بقى في الطريقه الثانيه بتاعت الاسئله هنا، اروح على انسرت وبعد كده اروح على شيبس، تمام، وبعدين بقى حضرتك اختار اي شكل، وليكن مثلا انا حابب مثلا اختار الشكل ده، مثلا حابب بقى دلوقتي احط الايه، احط الاجوبه بس في شكل يكون شكل مميز كده. خليني مثلا اختار اي شكل مميز وليكن الشكل ده مثلا اهو، انا هاخد مثلا الشكل ده كده وابدا بقى ايه، يعني ايه ارسم الشكل الاول اهو، وبعدين برضو اديله اي ايه زي ما حضرتك قلت لحضراتكم، اختار الشكل من هنا اللي يعجبك كده، او خلينا اغير اللون عشان ما يبقاش الشكل ده، اختار مثلا اي لون تاني، اختار اللون ده زيه برضو، خلينا برضو اختار ايه، اختار اي لون وليكن اللون ده مثلا، تمام، او ممكن اغير اللون من هنا واريح دماغي، اروح ما اجي من هنا واختار مثلا اللون الاصفر ده كويس. تعالى بقى دلوقتي بعد انت ما عملت الشكل اهو، اديله برضو الايه، يعني اديله اللمسه الجماليه دي كده، بحيث ايه، بحيث يبقى شكله كويس. ولو عايز تخلي فيه لون من الحافه الخارجيه كده مفيش مشكله، تروح على شيب اوت لاين من هنا وبعدين تختار اللون اللي انت عايزه، لو خليته ابيض مفيش مشكله، خليته احمر، بصوا بص هنا في لون احمر ظاهر اهو، تمام، تخليه ابيض تخليه اسود، ولكن الاسود هو اللي بيظبط مع الاصفر بيبقى شكله كويس. تعالى بقى اكتب هنا الاجابه، هتكون حرف الاي زي ما احنا اتفقنا، ولكن الاي بالايه، باللون الابيض، فلما خلاها بالاسود نروح بقى على الهوم، وبعدين من حرف الاي ده كده اغيره مثلا باللون الاسود، وادي لها برضو ايه شكل او نسق معين، شكله جميل زي ده مثلا، او زي ده، او زي ده مثلا، تمام، اي نسق يعني اللي حضرتك ما بترتاح، واضغط على الحافه الخارجيه ما انساش، وروح على الهوم تاب واكبر بقى من هنا النص بحيث يكبر شويه كده، انا كده كتبت حرف الاي صح. طيب تعالى بقى دلوقتي خد منه ايه، خد منه كذا نسخه، كنترول دي، واحد اثنين ثلاثه، انا عايز اربعه اهو، اسحب ده احطه هنا، اسحب ده برضه احطه هنا تحت شويه، اسحب من الحافه الخارجيه يا جماعه، اضغط واقف على الحافه الخارجيه كده واسحب، اضغط واسحب واقف على الحافه الخارجيه واسحب، وهكذا، وده برضه نفس الكلام اهو، تمام، وبقى يعني احاول بقى انسق المسافات بينهم كده، طبعا الدنيا واسعه تحت، انزل شويه لتحت زي ما حضراتكم شايفين كده، وبرضه ايه ابدا اظبط كده. لو انتم ملاحظين ان المسافات مش مظبوطه بينهم صح، زي ما قلت لك تعالى حددتهم كلهم من بره، روح على الفورمات يعني تنسيق، وروح على الالاين يعني محاذاه، وخد حاجه اسمها ديستريبيوت فيرتيكالي عشان يظبطوا من المسافات بينهم وبين بعض، وبعد كده هتعمل ايه، روح على اللاين تاني وخد اللاين لفت، بص اللاين لفت عشان يقوم عامل لهم محاذاه كلهم ناحيه الشمال، يكونوا مظبوطين من البدايه، ماشي. تعالى بقى غير اللي داخل النص الداخلي، دي ا تبقى دي ان مثلا، دي هتبقى واز، تمام اهو واز دبليو اي اس، ودي هتبقى وير، خلينا برضو ايه اعملها كده، احدد النص اللي موجود واخليها كلمه وير. طيب كده انت كتبت كل شيء، ولكن برضو فاضل لك هنا الاشكال واحد اثنين ثلاثه، هنا ما فيش مشكله، هنروح نعملهم تاني. طب ليه اعملهم تاني ليه؟ ما انا اقف على دي، ده هي لوحدها كده اهو، اهو شفت دي كده، ضغطت عليها لوحدها واعمل كنترول دي، لا هنا اعمل هنا عشان انا مجمع الاشكال ديت، فلما جيت اعمل كنترول دي يعني عملتها لي كلها مع بعضها، خلاص اروح افك التجميع الاول، رايت كليك اهو بالزر الايمن للفاره، واخد جروب وبعدين ان جروب، بص كده فكيت كل واحده، وبرجع اما اخد منها الشكل وبعدين اجمعها تاني. يلا كنترول دي، واحد اثنين ثلاثه اربعه، يلا اسحب الواحد هنا اهو، واسحب التاني كمان زي ما حضراتكم شايفين كده، واسحب التالت برضو نفس الكلام كده، واسحب برضو الرابع زي ما حضراتكم شايفين كده، تمام اهو، وارجع برضو ايه جمع الاتنين اللي فوق تاني، ما تنساش اعمل ايه كنترول جي عشان اجمعهم بشكل واحد. الاشكال دي مش مظبوطه مع بعضها، خلاص هم حددتهم كلهم كده اهو، اهو تحددوا معايا اهو، وبعدين على فورمات يعني تنسيق، اللاين يعني محاذاه، وبعدين اختار ايه ديستريبيوت فيرتيكالي كده، تمام، وبعدين اعمل لهم اللاين تاني واللاين لفت عشان يكونوا مظبوطين للبدايه، وابدا بقى ايه وهم متحددين كلهم كده ابدا اسحبهم كلهم مع بعض مره واحده كده، بحيث يكونوا يعني ايه متناسقين معايا، اسحب ده لتحت شويه عشان يكون متناسق، وهكذا، تمام، وده برضو لتحت سنه صغيره كده، تمام كده يا جماعه، كده احنا ايه يعني يعتبر شبه خلصنا، ولكن برضو ايه لو عايز بقى تعمل اختلاف للون ده وده وده مفيش مشكله، حددتهم برضو الاربعه كده، ده اللي فوق ما تحددش، حددتهم الاربعه، وتعالى هنا اختار لهم بقى ايه اي لون يعني يعجبك انت، اللي انت شايفه ده كويس مثلا، عايز تديله بقى الشكل اللي هو اللمسه الجماليه دي مثلا، تخليه مثلا كده، تمام شكله جميل برضو، تعالى برضو اضغط على دي وخليها اتنين، واضغط برضو على ديت وخليها ايه خليها تلاتة، اضغط على دي وخليها اربعة. طيب انت كده خلصت الاسئلة وكل شيء، اه خلصت الاسئلة وكل شيء، ولكن فاضل لي بقى دلوقتي الايه الحركات الانتقالية. طيب تعالى بقى نحدد الشكل الاول كده اهو، هو متحدد كله اهو، وروح على انيميشنز يعني حركة انتقالية، وبعدين بقى اديله حركة دخول عشان لما اعرض السؤال يخش الاول للطلاب،
فهعمل فلاي ان. لو انت ملاحظ برضو يجي من تحت، خلاص غير اتجاهه من هنا، خليه يجي من الشمال لليمين اهو، سريع شوية خلاص روح على دوريشن وخليه 75%. تمام، برضو دول عايزين ياخدوا حركة دخول، عشان انا كده السؤال ده هيدخل الاول في على يعني هيظهر الاول، وده هيظهروا بعدهم كلهم مرة واحدة. خلاص نفس الطريقة برضو، حددتهم كلهم كده، واروح برضو اديلهم انيميشن دخول او كده انيميشن دخول. عايز برضو اغير اتجاههم من اليمين للشمال، يظهروا من اي اتجاه زي ما حضرتك من هنا مثلا كده، يظهروا كده، دي شكلها كويس. خلاص نسيب. طيب دلوقتي بقى فاضل لي ايه؟ فاضل لي ان انا اجي اضغط هنا كده، يقوم يتلون لون الاجابه الصحيحه بالايه، باللون الاخضر او باللون الاصفر او باي شيء. تمام، طيب تمام ممتاز. اعمل ايه بقى؟ اروح احدد فقط الشكل ده فقط. بصوا لما حددته الانيميشن بتاعه لونه احمر، وكل الانيميشنز اللي موجوده اللي هي الاثنينات التانيه ديت باللون الاخضر، معنى ذلك ان انا محدد ده فقط. وبعدين هو واخد انيميشن اهو صح، يبقى ما اروحش اختار انيميشن مباشر من هنا، لا اقول اضافه انيميشن او اد انيميشن من هنا، وبعدين اروح اخد ده ايه في الكالر، يعني عبيه بلون. تمام، اللون بتاعه بصوا اللون اتغير للون الاحمر، لا انا عايز اغير للون الاخضر، ما فيش مشكله، روح على الايفكت اوبشنز من هنا كده واضغط عليها وخد اللون الاخضر اللي هو ده كده. لو انت ملاحظ بطيء بطيء على ما بياخد اللون الكامل، خلاص انت بقى هو هنا 2 جزء من الثانية، انت ايه خليه مثلا 50 كده. تمام تمام كده. طيب تعالى بقى دلوقتي نعرض كده، احنا كده عملنا كل شيء ونسقنا وظبطنا كل شيء، تعالى بقى دلوقتي كده نبدأ نعرض ونشوف النتيجة النهائية. يلا اضغط يظهر السؤال، اضغط كمان مرة تظهر الإجابة، اضغط كمان مرة تظهر الايه زي ما حضراتكم شايفين كده، اتغير لون الايه لون الاجابة الصحيحة الى اللون الاخضر كده. انا خلصت، اه خلصت، ولكن يتبقى ليا جزء بسيط جدا جدا جدا. لو انت حابب بقى دلوقتي تضيف صوت مع الانيميشن اللي هو بيتغير للون الاخضر، مفيش مشكلة، هتيجي هنا على الانيميشن دي كده تقوم ضاغط، تمام، هتيجي هنا كده وهو متحدد، هتروح على الانيميشن، وبعدين هتختار حاجة اسمها انيميشن بين، يعني لوحة الحركات الانتقالية، وتيجي هنا على اللون اللي انت حطيته اللي هو رقم كام؟ رقم 3. انت لما تضغط، بص لما تضغط على 2 يتحدد، لما تقعد تضغط كده تتحدد لك الانيميشن من هنا. انا عايز رقم 3 اللي هو بتاع اللون اللي هو ده. خلاص اجي هنا بقى رايت كليك، وبعدين اقوم واخد حاجة اسمها افكت اوبشنز، ومن افكت اوبشنز هلاقي حاجة هنا اسمها ساوند، بصوا الساوند ده اضغط عليها كده، وبعدين بقى ابدأ اختار الايه الصوت اللي حضرتك شايفه ايه شايفه مناسب. تمام زي ما حضراتكم شايفين كده، اختار اي صوت. طب لو انت مش حابب الاصوات ديت، انزل تحت خالص اختار اذر ساوند، دي هتفتح لي الكمبيوتر بتاعي، ابدا بقى اختار اي صوت عندي على الكمبيوتر، وليكن مثلا انا حافظ الاصوات عندي على انفولوجي مثلا، عندي فولدر اسمه ساوند، اجيب منه الصوت اللي يعجبني ده مثلا اهو، وبعدين مثلا لو عندي هنا اصوات اختار الصوت واضيفه مباشره. والله ما عندكش اصوات، ضيف من هنا من الاصوات اللي موجوده دي كلها. تمام، اهو انا اختار مثلا الصوت، مثلا اختار اي صوت بقى على سبيل الايه على سبيل يعني التجربه فقط، واضغط على اوكي. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، مش عارف بقى انتوا سمعتوا الصوت في التسجيل ولا لا. تمام، تعالى بقى نروح على النموذج الاول ونعرض بقى ايه، نعرض يعني العرض النهائي قبل ما ننهي الفيديو. يلا نروح، ادي السؤال الاول يظهر معايا، ادي الاجوبه تظهر، اضغط كمان مره الاجوبه الخاطئه تختفي والاجابه الصحيحه تنتقل للنقاط. تمام، اضغط كمان مره يختفي، اضغط المره اللي بعدها يجي لي النموذج الثاني، يظهر اهو الشكل جميل رقم واحد وكل شيء، واضغط يظهر لي برضو الاجوبه، ولما اضغط كمان مره دي هتتحول للون الاخضر، حضرتك هتسمع صوت دلوقتي، بصوا كده. آه تمام كده، يبقى ده الإجابة الإيه؟ الإجابة الصحيحة. وده طبعا كان الفيديو الخاص باليوم، وأشكركم كل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.